حبيبي امي ويا لامي ما يا اغلى ما عندي ويا الحنينه لحبيبي امي ويا لامي ما يا اغلى ما عندي ويا الحنينه توحشتك داويني برضاك ضميني وستريني بغطاك لا 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 انتي الغالي يا لامي ما لحبيبي امي ويا لامي ما يا اغلى ما عندي ويا الحنينة ودا داي دا داي وليش واقع عندك تكون فراسي والو ايوا ديما واقع والو في حياتنا اليومية كثير ما كنستعملوا في كلامنا امثال مغربية في حلقتنا اليوم مع أمي حكيمة الحبيبة أمي للأسف نساعد ديك المثلة الشعبية اللي هي ميات تخميمة وتخميمة ولا تربى بالمقص حلينا مشكل بمشكل أخطر المشروع اللي عولت عليه شريك يضحك عليا خلي عليك درف تقريبا بيجي علي عونك أنا سيدي نعونك قبل ما تخمم تبعد زوجها من اللي كان في أزمة مادية والحل الوحيد اللي بان ليه هو يخالف القانون وغامرت حيت ما عندي من دار انا قلت لك انا السلطاوي هو راجلين شوف جيت نقول بهاد القضيه انا ما تعرفني ما نعرفك خدمت معاك اللي سولك ما شفتنا ما رينا داك الرعب اللي انا عايشه فيه عالم ديال الله انت فرقات لي دخل قسما بالله الا مشيت حتى هبط لك غادير لي بلاك كلشي وبلا ما تخمن ساعدته في اللعبه الخطيره ديال التصوير واللي كتعتبر قانونيا جريمه الحكم هو ملي كيتحكموا جوج وكيخليو ولادهم مشردين حنا كنعيشوا بالالم ومع الامل دائما بلا حنين ما نسيناك الحس عري راه ماشي كيطلب حس عري كيطلب حقه كفنان وانت الجنة الى ارضي اليوم الامام ديالكم باش نحكي قصتي للناس باش ياخذوا منها العبره ويغيروا حتى الحكم على كل سجين اللي دوز واحد الفتره ديال العقوبه القصه ديالتي بدات نعود تقريبا انا عندي قصاص البدايه هو انني مربيني جزائري ومغربيه اللي رباتني من العائلة يعني كتجي الوالد توفى مهم مربيني أحسن تربية الوالدين ديالي أنا عرفتهم كيسكنوا في العربية توفى الوالد وعندي 18 سنة باش غنعرف راسي أنا مربية على 12 سنة يعني هي المعاناة الأولى سيدي 780,000 إلا زد عليها 100,000 شحال غتولي 17,790 هذا ديال الصوب غادي 1200 و300 رشيد ماك مصلحو حتى بيت ناسي كما مريض 190 درهم ناري يا حكيمك وكانت عندي 100 مليون ولا على 100 مليون ياك الربح كان خاصينك على 60 اليوم ولات 100 غدا تولي 200 تحلم على قدك يا رشيد وتما لا 200 ولا 300 كبروا بها المشروع ودخل لينا الذهب اخويا هاد المشاريع ديالك وهاد الاحلام ديالك الله يخرجها على خير ما كملتش قرايتي ظرف خاص انا كنت مجتهده وداكشي ما كملتش بركت قالت لي ندير نسجلك مدرسه عسكريه ما بغيتش بقيت باركه قلت لها بغيت نخدم ما بغاتش هي قالت لك لا ما تخدميش بقاي في الدار صافي بقيت مده بحال ما هكاك تخاصمنا جا واحد الخصام مشيت عند ام الجده بركت عدت صافي بقيت كنت المهم دازت واحد الفتره تصلحت صالحنا تلاقيت مع هاد السيد اللي غنولد معاه وليدات على 21 سنة صافي بقينا بحال هكاك تفاهمنا لقيت زعما الرجل يعني في كل شيء تزوجنا ولدنا وليدات حكيمة ما عندكش طموح شي انا من صغري وانا باغي ندير شركه كبيره ونسميها شركه رشيد واولاده وتكون اكبر شركه في البلاد
يكون الاسهم ديالها طالعين. وصلنا للاسهم كاع، نيشا وصلتي للاسهم. اخويا احلم على قدك. شي انا الاحلام ديالي كلها باغا شي بارطمان وشي طوموبيله نهزو فيها رجيلاتنا، وهاد البارطمان يكون فيها شي صالون وكوزينه بيان ايكيبي، ويكون عندي بيت ديال الدراري، والكوزينه فيها ماكينه ديال التصبين، ماكينه تغسل الماعن، وصافي هادشي هما هادو الاحلام. داكشي اللي كنحلم به انا بزاف. انا باغي نقفز، انا باغي نولي رجل اعمال كبير. خويا الله يخرج الاحلام ديالك على خير. راه كيقول لك واحد المثال، على قد لحافك مد رجليك. هاد الامثله ديالكم هما اللي خلاو الناس لور لور. لبس قدك يواتيك، على على قد رجليك مد لحافك. ولا لا كان الحاف قصير نزيدو فيه، راه الماء كنعطاه من الله. خويا الله يهديك، الله يهديك على هاد الاحلام ديالك، الله يهديك. شنو كاس كتحسب؟ الملاين الملاين حكيمة الملاين. طويل على الملاين، انت مالك الراجل طلاط على الفلوس. قول الله يرد بك اخويا، الله يرد بك. طويل الله يسرنا. المهم ديرين ديك الأسرة ديالتنا سعيدة، ما خاصنا حتى شي حاجة، موفرين لنا كلشي. انا داك الحب ديالي كنت كنبغى نتمنى نكون معلمه ولا استاذه، هذا الحلم ديالي. بقيت بحال هكاك، درت مدرسه صغيره كنقري الوليدات الصغار، وفي الدار ثاني كيجيو عندي الدراري كبار، وداك الشيء كندير لهم سوايع. وليداتي كيقراو مزيان الحمد لله، واقفه معاهم انا. بقينا بحال ما هكاك، غير هو بغى يحسن الوضع ديالو، دخل في واحد المشروع، داك المشروع باء بالفشل والإفلاس. صباح الخير. صباح الخير. جلست في طرق جلس. ما عنديش من يدوز. شو وقع؟ ما وقع والو، مابقاش تسولي بزاف. قولي شو وقع، عندك تكون في راسي والو. ايوا ديما وقع والو، راه ريش 100 درهم. اولا 100 درهم. ايه 100 درهم، باغي ركبان قدي باش شي حاجه. الا فين هما الربح ديالك والمشاريع ديالك؟ هادي شهر ما حطيتي حتى فرنك. انت شحال فيك ديال الاسئله؟ صباحات لله، انا لا غنمشي على رجلي. الله يعاونك. رشيده جي، رشيده جي نقول لك. هذا مالو عاوتاني؟ راجلها دخل في تنفيذ مشروع بدون دراسة، وكيف قلنا في التقديم درم بلا معرفة وبلا مشاورة، وبشكل طبيعي اللي حسب وحده كيشيط ليه. ديون تراكمات عليه، ما كان ربح وخسر حتى راس المال، والسلعة وحلت فيه. ما بان ليه غير السلف من البنك، على وعسى يفك مشكلته وتقاد وضعيته. الله يجازيك بخير. شوف انا معول على الله وعليك. شوف فكني غير هاد المره وانا معك، الله يفتح عليك. راه ما عنديش لمن نقول اجل. الله يجازيك بخير الا موقف معايا. الله يجازيك بخير رشيد. انا نعاود نعيط لك. رشيد مالك؟ والو حكيم، ما والو، ما تسوليش بزاف. كيفاش ما نسولش بزاف؟ يومين وانت جالس في هذا بيت النعاس، وديك الطوموبيله داك السيد اللي داها شكون هو؟ والو حكيم، ما والو، نعسيت حتى الصباح ونعاود لك. كيفاش نعسيت حتى الصباح؟ من غادي يجيني النعاس؟ شنو وقع مع الطوموبيل؟ الطوموبيل بعتها، الخدمه باح صافي. ويلي على باح، كتضحك معايا ياك؟ هادشي ما فيه ضحكه حكيمه. المشروع اللي عولت عليه شريك يضحك عليا ولا كيتخرج سلعه بلا فلوس. والمشكله حكيمه انا اللي كنت كنسيلي الضمانات. انا ويلي 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 على كنسيلي الضمانات. انا اللي كنت كنسيلي الضمانات. كل ما ردت لك فلوسك. ويلي فين هو كان عقلك ملي كنتي كتسيني بلا ما كتقرا؟ شارك مع واحد السيد ما تفاهمش معاه، خدا راجلي بحال داك المشروع تكلف فيه راسو. عقب دخل تاني واحد اخر، ملي خد داك المشروع راسو ما تغلب الكريدي، جا الحجز. صافي من تما كتبدا المشكله ديالتنا حنايا. ما بغاش يقول لي، انا ما بقيتش ما عرفتوش مالو. المهم ديما كنشوف التليفونات وداكشي، ما بقاش باش كيلعب مع وليداتو ولا داكشي. صافي ما عرفتو المشكل،
يعني حتى الاخر قال لي شنو واقع لي شنو كاين مشاكل نقدر ندخل الحبس. شكون شكون حكيمه ومعامد لا ربح لا راس المال؟ بيع السلعه بيعها. لمن لمن وفين؟ اويلي يا عباد الله اويلي مكتوبي يا عباد الله اويلي شاد الخبار اويلي شاد المكتوب اويلي يا عباد الله اويلي يا عباد الله ضيعتي لي رزق رشيد ضيعتي لنا رزق ولادنا رشيد اويلي اويلي شاد الخبار. واش دابا غتبقاي تنوحي حكيمه؟ أويلي. فكري معايا كيفاش نفكوا هاد الوحله. فكر انت انت اللي فكر اويلي خرجتي علينا خرجتي علينا سكوت اش غندير؟ ما حيلتي للضريبه ما حيلتي للخدامه ما حيلتي الناس اللي عاطين العربون كيتسالوا فلوسهم ايش غندير؟ التليفونات اش غندير يا حكيمه؟ لا ربح لا راس المال لا ربح لا راس المال. انت خرجتي علينا يا عباد الله خرجتي علينا يا راه هادشي اللي كاين يا حكيمه هادشي اللي كاين هادشي اللي عطى الله هادشي اللي قدر الله اسكت هادشي اللي قدر الله هادشي اللي قدر الله هادشي اللي قدر الله هادشي اللي كاين هادشي اللي كاين هادشي اللي قدر الله. المبادره ديال السلف البنكي سد عليه مؤقتا شرجم وحل عليه بيبان هاجه ما سدها. المشكل كبر الامور تعقدات وديون البنك من الالاف صبحات بالملايين وخوفه وهم الشيكات بدون رصيد اللي دافع للشركات زادوا في همه ومعاناته. تفاجئني ديما في اي نشاط ثقافي والا كنلقاها فار لراسها لا بالنسبه للشعر لا بالنسبه للجبل وكتخفي من مور داك العمل ديالها كتخفي المعاناه ديالها فديما كانت كتومه كانت كتومه وما كتحاولش تخرج لنا داك المعاناه رغم ان كنا حنا على علم يعني كنحاول نحسو بها من خلال النظرات ديالها من خلال الحركات ديالها من خلال الكلمات ديالها والنبرات ديالها كنحسو بانها كتعاني فعلا كتعاني ولكن رغم ذلك كتحاول تجاوز هاد الصعاب هادو هاد العقبات بفضل داك الصبر ديالها وداك بحال بغيت تقول فرغات داك المعاناه ديالها في الانتاج الفكري ديالها. كيقول لي انا ما بغيتش ندخل الحبس ونخليك انت راه ما تقديش على الولاد وهداك الشيء ما نخليكش تضيع غنحاول ندير اي حاجه. بارك الله رشيد انت ما عندك ورث ما عندك ديور اللي غادي تبيعهم غادي ترد الناس فلوسهم منين جاك هادشي؟ ما تخافيش يا حكيمه راه غناخذو السلعه نروجو بها ونردو الناس فلوسهم كاملين الله يهديك. راه الملايين هادو راه الملايين راه البنك هادي الله يهديك ما تخافيش ما عندكش مناش تخافي. راني ما خايفاش راني خايفه عليك الله يهديك. راه شوفي 80 مليون غادي ندبروا عليها من البنكه وغادي نروجو بها في السوق وانا معاكم عاوتاني. اولا 80 مليون ماشي شي حاجه هادو راه الملايين هادو هادي راه البنكه خويا قلب لك على شي حل واحد اخر. وفينا هو الحل واش انا لقيتو واش انا لقيت شي حل وما درتوش؟ راه ما لقيتش الحل لا حكيم الله يهديك. خلينا البنكه تعطينا 80 مليون نخلصوا بها كريدياتنا ونبيعوا ونشريو فيها وحنا رجعنا للسوق. نالي خويا راسك شحال قاصح خويا دبر راسك انا ما غادي نقول لك والو. ما عندك ما تقولي لي ما عندك ما تقولي لي ما عندك ما كتقلبيش معايا على الحل كديري لي غير العراقيل ولا ما تقولي لي والو خليني ندبر راسي خليني نغرق في هذا الملل اللي انا فيه. واش البنكه انا عارف ليها وعارف كيفاش ندخل ونخرج فيها وهذه المره هذه حاسبها مزيان ما غاديش نتصيد عاوتاني. حاسبها مزيان حسن الهضره اللي كتقول لي دائما عارفها مزيان حاسبها مزيان وفي الاخر كتخرج خاسر. ما عندي ما نقول لك سالت معاك الهضره. قلت لي انا سير حاول تشوف مثلا خوتك العائله داكشي حاول هو كاع داكشي كتب كاع دار مكتب مساعدات انسانيه في عبر الانترنت ممكن حتى حاجه بقى هكاك عندنا حنا البيسي عندنا داكشي حتى جا قال لي رانا غندير واحد الفكره ديال الفلوس تزوير الفلوس لان راجلي انا بعدا ما نقدرش الراي ديالو نخالفه ولا يعني بحال نقولوا حنا سلطاوي شويه قال شي حاجه نقول ايه. حرت اخويا حميد والله الا حرت ما عرفتش اش غادي ندير هادي ثالث طريطه هاد الشهر ما قدرتش نخلصها.
ابيع صاحبي وتهنى. شنبيع؟ واش نبيع اخويا حميد بالخساره؟ راه الناس اللي عاطيني السلعه رانا عاطيهم شيكات، والبنكه عاطيهم شيكات، وما عرفتش اش غندير. ما حيلتي للبنكه، ما حيلتي للناس. انا تيبان ليا واقيلا غادي ناخذ شي كريدي ونخلص هاد الوحله هادي اللي فيها انا. وانا غادي تزيدها تقل على راسك، واسمعني مزيان، انا غادي ندوز لك شي سلعه وزيدها على راس المال وفك بعدا هاد التريدات اللي كيتسالو. اش كضحك عليا؟ واش انا باقي عندي شي راس المال؟ راه مشيت فيها، مشيت اخويا حامد، مشيت. غدا ولا بعد غدا غادي يجيو يطرقوا لي المحل وغادي نمشي للحبس. تما كا صاحبي كتفيق على راسك بالحبس، ماشي انت الاول ولا الاخر اللي تسلفتي كاع من هاد البنكه. اسمعني مزيان، خليني نمشي نسول الناس اللي دازوا بهاد المشكل هذا قبل منك، وغادي نلقى لك حل. انت غير تهنى وغادي نلقى لك حل. انا دابا في هاد المؤسسه ما كاينش اتصال كيجيو عندي، ولكن في التليفون دائما. الا ما جاوبونيش كنبقى الموظفات نطلبهم حتى يجاوبوني، نسولهم على قرايتهم. لا واخا يقولوا لي جبنا مزيان داكشي ما نطيقش، خاصني تنشوف شي حاجه ملموسه باينه ليا عاد باش كنطيق. وعاد كنوصيهم اكثر يا في هذا الوقت هادشي اللي كنسمعوا به دابا، هاد الفيديوهات اللي كيتلاحوا هذا، كنخاف بزاف ومرتب الوسواس وبزاف د الحوايج. كنقول كرة بناتي تعرض لي مش واحد، كرة هادي كرة هادي بزاف داك الرعب اللي انا عايشه فيه عالم ديال الله. اذا في هاد المراحل وفي هاد العلاقات اللي هي داخل السجن، هنا الا جينا نشوفوا كنلقاو الامهات السجينات اصناف، هناك مطلقات سجينات باولادهن، هناك من تلد داخل السجن، هناك من ترضع داخل السجن، هناك من جعل هذاك الابن ديالها لشي احد اللي هو خارجي من 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 السجن اللي غادي يقوم بالرعايه ديالو. اذا الام هنا داخل السجن هي تحت واحد الضغط اخر اللي هو حرمانها من رعايه ابنائها، رعايه الابناء ديالها اللي هي توجدت من اجلها، لان هي توجدت في الاصل لرعايه الابناء. اذا هذه الرعايه اللي كتحس بانها تحرمت منها، فهذا ضغط اخر. داس عليا الليالي التفكير صافي، ما بقينيش كنعس لا هو لا انا. يعني كنشوف وليداتنا ضاحكين وداكشي، ما بغيناش حنا غير انا وهي كنتخبطوا في داك المشكل. صافي كاين البيسي في الدار، كاين ديك بدا يعني داكشي في ظرف وجيز، ماشي زعما مده قصيره. والعجب اخويا حميد هذا وما تفرخش الورقه على اختها، ولكن هادشي واعر اخويا حميد. لا 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 واش صاحبي غنقونوا ولولو بحال العيالات وساعه المكانه وانت كدور بيا؟ انا بغيت غنقنعك وفي الاخر تضرب لي كلشي في زيرو. وصاحبي راه قلت لك داك وراك شي مسوقر. ولكن اخويا حميد راه الخطر هذا، الخطر هذا. وانت ما غدير والو، انت ما عليك الا الطبع وتخرج برا المدينه باش تدوز هادشي. شي جوطيه سوق ولا مارشي، بلاصه ما يعرفوكش فيها الناس، غير هو خاصك اللي يعاونك يكون يفهم في الطبيع باش تجي الورقه بحال ختها في اللون وفي الابار. ايوا ولكن اخويا حميد انا راه ما نعرفش ندير هادشي. وصاحبي ياك مرتك وولادك قارين هو يعاونوك تفوت هاد الازمه هادي، واش مع الفلوس اللي خاصينك فوق الازمه ديالك، وديك الساعه اللي بقى لك الماتيريال وداكشي اللي بقى حرقو تهنا منه. وفين غادي بيا دابا؟ فين غادي بيك؟ عند الناس اللي نتقداو من عندهم الماتيريال ويشرحوا لنا كيفاش كيستعمل وباش تجي انت مرتاح. اصاحبي غاتيق فيا، انا باغي لك الخير. إعادة الإدماج أو إدماج النزيل هو كيمر بمراحل، كاين أو محطات كنقولو حنا، كاين مرحلة ما قبل الإعتقال، ثم مرحلة الإعتقال، ثم مرحلة ما بعد الإعتقال. فبالنسبة لمرحلة ما قبل الإعتقال هذيك ما حنا الإدارة معنا، ولكن كتهمنا هنا هي مرحلة الإعتقال. فمرحلة الإعتقال ما خصوش يقضيها فراغ تام، لان العدو اللدود بالنسبه للنزيل هو الفراغ. لان الفراغ تيخليه يفكر غير في الاسوء، تيخليه يفكر المشكل اللي دار، تيخليه يعاود لك الجراح يتفكرها من جديد. اذا كتعمل الاداره جاهده والمندوبيه العامه جاهده من اجل خلق برامج سنويه وتسطيره والتتبع ديالها. ولدي داخل معايا في السجن،
السجن ما بغيتش نجبدو، كان مشدود وعطاو سنتين، يعني هو اللي تكلف بديك السجن. انت ولدي انت راه ما نخافش عليك، شتي هاد النويمرات هادو بغيتك تحطهم ليا كيف ما هما، وهادو شتي هاد الحروف هادو، شوف هالحرف الاول هالحرف الثاني، وهاد شوف هاد الارقام هادو تاهما يكونوا هنايا، والالوان عندك شوف شوف هذه كيفاش دايره، انت راه ما نخافش عليك راك تجيبها ان شاء الله باذن الله. الله يرضي عليك ولدي، الله يرضي عليك. انت عاوني فاش رشيد شنو كتوري للدري؟ انت شنو كاس كدير مع باك هنايا؟ ماما خليني نعاون بابا. اخر مره تقول لي ماما خليني نعاون بابا؟ انت خلي الدري يعاوننا. واش مصطي بعد الدراري على هادشي التخلوات ديالك بعد عليهم؟ ننتصر لبيتك. واش انت ما تخطلي ما تخلي رحمه ربي تنزل؟ الله يهديك يا هاد المراه، راه خصني اللي يعاونني. رشيد الا الدراري خليهم يقراو. واش تمسطي؟ واش تمري بغيت تخرج على الدراري؟ لا لا انا خصني العوين، والدري كيفهم في هادشي تبارك الله. امي حكيمه الحبيبه امي ملي تازمات حياه راجلها بالديون، سوا ايامها ولات خوف وتخمام في مصير زوجها المتابع بالديون، بغات تعاونو بفعل مضاد للقانون، شاركته في اللعبه الخطيره وارتبط مصيرها بمصير السجن بزوج ومصير الوليدات، اصبح علامه استفهام بسبب تصرف غير مسؤول باهم والمهم. صافي بدا هو كيطبع وصايب ليا غادي نبداو هادشي باش نخلص داكشي اللي تساني ونحيد داكشي، يعني ماشي غادي حنا باش غنديروا به شي حاجه ولا فقط حيدوا الدور. يا حكيمة هانتي شوف قلتلك كتشي راه ساهل. لا ما بغيتش هادشي من قرب ليا انا ولا ولدي. صافي بغيتو تخلاو عليا؟ بغيتو تخلوني بوحدي؟ هادشي راه خطر رشيد، هادشي راه خطر، انا ما بغيتوش، ما بغيتش نقيسو. لا لا الخطر راني فيه، واش بغيتي الناس يتشفاو فيا؟ واش بغيتي مالي الكريدي تبعوني في الزنقه؟ عطينا فلوسنا عطينا فلوسنا، الله يهديك يا هاد المراه. شوف انا هادشي دابا غادي يخرج من داري ودابا غادي تحرقو. غادي نخرجو وغادي نحرقو ان شاء الله، غير نخلصو الطريطات ديالنا وغادي نحرقو هادشي كامل حتى حاجه ما تبقى، والشلاله تاع هاد العتبه غنبدلوها نمشيو لشي عتبه احسن منها ان شاء الله باذن الله. شوفي وغادي وليداتنا يعيشو مزيان، فكري في الولاد حكيم، وليداتنا يعيشو مزيان ويقراو مزيان ويلبسو مزيان، وتا حنا نسافرو كي الناس، وتا حنا نخيمو كي الناس، وتا حنا نعيشو كي الناس، مالنا عينا تا حنا من هادشي. الله يهديك يا حكيم، وانت ديما كتسعفيني سعفيني الله يرضي عليك. انت وغدا ان شاء الله السوق، وغادي نقادو داكشي في الصباح بكري ونصرفوه، وحنا بخير وعلى خير، وليداتنا يعيشو بخير ونضمنو مستقبلنا، وما تبقى خلعانا تا حاجه حكيم. الله يرضي عليك، اه الله يرضي عليك. عندكش مناش تخافي، ثقي فيا ثقي فيا حكيمه، ان شاء الله غيكون كلشي بخير. غنبيعو الدار ونبدلو الدار، وتفرشي على خاطرك وتفرشي بذوقك وتلامط اللي بغيتي وداكشي اللي بغيتي، وتعرضي على صحاباتك وديري دارت، خلينا نعيشو. واش غنبقاو حكيمه فهاد الكريديات وفهاد المصيبه الكحله؟ خلينا راه عينا عينا من هادشي. قلت ليه انا في الاول، قلت ليه لا، وهو بعدا قال لي شتي هادشي راه خطير، يعني اللي حصلنا راه مشينا فيها وغامرت، حيت ما عندي ما ندير. انا قلت لك انا السلطاوي هو راجلين شويه، يعني واخا نقول لا غادي يدير داكشي هو اللي في راسي. وي خويا حميد ابو رشيد نزل عندي انا قدام الدار. طلع 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 انا في الدار. لا 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 ما نساليش ما نساليش، راك عارف اللي كاين. يلا نزل نزل سربي سربي. داكور صافي صافي انا هابط انا هابط انا هابط يلا. خويا حميد كي داير؟ بخير صافا كلشي بخير. هاني وليدات صحه ومزيان؟ كلشي مزيان الله يحفظك. امورك هانيه؟ بارك الله. طلعت تشرب شي اتاي صافي؟ راك عارفني كنحشم المدام ديالك. مرحبا بك، انت راه خونا خويا. شفت نسولك اشنو درتي انت خويا؟ الله سيدي راك معلم، وانا ما فرزت فيني حقيقيه من الاخرى. قول لي شحال طبعتي في هادشي؟ شي بركه خزن خزن اخويا. ويلي هادشي راه ما قدكش، وراه باقا المراه كطبع صدقت معايا مرا ونص. شوف جيت نقول لك واحد القضيه، انا ما تعرفني ما نعرفك، خدمت معاك اللي سولك ما شفتنا ما رينا. المهم خاصه شي حاجه هز التليفون قول لي خاص
صافي هاد الكلمه اللي تقول تليفون هذا انا غنعرف شنو خاصك وما تعرفني ما نعرفك. ويلي اخويا حميد راه حنا 20 شحال دراري عبري. اللهم يسير الله يحفظك اخويا حميد تهلا ليا فراسك. الله يعاون اخويا يحفظك. فين يصرف كيدور في الصيدليات مثلا في الصيدليه يلا مثلا نقولوا حنا نقدوا شي متجر واحد ولا جوج. انا غادي نوقف غير هنا سمعتيني ولدي ادخل مع هذا الشارع هذا المحل الاولاني الكبير غادي تقضي فيه الغرض. واخا بابا لا 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 انت فاروق الله عافاك هبط تقضي الغرض وتهبطي انت تقضي الغرض. انا راه هاد الناس هادو كلهم دزت عليهم هاد المحلات اللي هنايا قسما بالله تفي الخلع عرفتي الا مشيت حتى هبط لك غادي نخسر لك كلشي هبط انت عافاك عافاك. الله يهديك يا هاد المراه منين فيك الخلعه قاعدين الارض وخلينا نقضوا امورنا. هكا ولدي الله يرضي عليك شوف تيكون السحاب هتدخل المحل ياك وديما عينك على الكونطوار الا بانت لك الماكينه ما دير والو رجع فحالك. شوف عندك غير ما تفوتش 50 درهم في المشرى باش يبقى عندنا الصرف. كون هاني الوالد سير وليدي الله معاك حبيبي رد بالك رد بالك الله يرضي عليك رد بالك يا ربي الله يديك فين جا ويجيبك فين جا وكيد الله يديك فين جا ويجيبك فين جا يا ربي الله يحفظ الله يستر يا ربي. في ظرف شهر باش جاب صايبنا داك العدد ديال الفلوس وداك الشيء جات تقريبا سطات باش يصرف هذيك الساعه قبل يعني ما كاين حتى شي حاجه. هاني وراني راه خايفه. ما عندكش ماش تخافي يا حكيمه راه غنمشي نصرفهم في مدينه اخرى مدينه ما كيعرفني فيها حتى واحد. قلبي مقبوط عليا ما عرفت مالي اليوم. كلشي غيدوس مزيان فينا هو فاروق يمشي يعاوني في هادشي اليوم. فاروق اليوم لا ما يمشيش معاك حتى شي بلاصه. خليه يمشي معايا اليوم يعاوني وغدا يجلس. زوج امي حكيمه الحبيبه امي دخل في عمليه النصب بصنع اوراق نقديه مزوره باش يجمع الفلوس. طريق الغش راشيه وقصيره. يا ربي تبعد عليهم العينين يا ربي يا ربي تجيبهم لي سالمين يا ربي يا ربي الحبيب يا ربي. الأمر تكتشف وشاعت خبار داخل المدينة وعلامة الإنذار علنات على التصوير وبانوا مالي وكنطلب وكنناشد يعني مالك شي عفو استثنائي خاص للنساء يعني راه حنا واحد المعاناه كبيره. المراحل اللي كتمر منها الام السجينه هي ثلاثه المراحل وهي مراحل جد صعبه على هذه الام اللي هي ربما سيرمى بها الى السجن. هنا يعني المرحله الاولى هي المرحله ديال سيرواجي من الدار لمخفر الشرطه تساؤلات اللي كتدوز في الدار اش واقع التساؤلات اللي تدوز في المخفر الشرطه مع المسؤولين على الجانب القانوني. ايضا ملي كيتم استدعاء اهل المحكمه كتطور الامور يعني الا كانت غير في المخفر الشرطه راه شيء ولكن ملي كتولي في المحكمه امام واحد الجلاله ديال القاضي هنا كتولي الصعوبه عند المراه بشكل كبير وهنا فين كتبدا ما يسمى بالهوس الكلامي. كتولي مسكينه كتهضر غير بوحدها كتولي النعاس ديالها ما هو نعاس كتولي كتفكر في ولادها اول ما كتفكر فيه هو ولادها اول ما كتفكر فيه هو الاسره ديالها الزوج ديالها شنو وقع لها. ثم ان لا قدر الله ووقعت الواقعه انه تم الحكم عليها ان ملي كيتم الحكم عليها هنا كيتزاد هذاك التوتر كيتزاد هذاك الضغط النفسي وبالتالي انها منين تدخل اول ما كتدخل كتدخل واحد العالم غريب كتدخل واحد المرافق غريبه لواحد الاصوات غريبه العلاقات غريبه انها باختصار انها في عالم غريب. هاد الغربه اللي غادي تعيشها غادي تزيد تألمها اكثر وغادي تزيد تترك في العمق ديالها يعني واحد الضغط نفسي اوسع واكبر. ثم انها غادي تتكلم مع نفسها اشنو وقع واشنو غادي يوقع ليا. تعتقل حتى تعتقلت اني لا هو تشدو ما عرفتش انا ما عرفتش المهم تضاروا بي انا ما فراسي حتى شي حاجه تجاو عندي انا في العشيه صافي مع الاعترافات وديك الشيء مع الضغوطات قلت كل شيء. شكون؟
امي حكيمي الحبيبه امي ما عرفت باش تبلات الوقت فاش رجال الشرطه دخلوا للدار حجزوا الالات. بلاتي انا جايه. صراع بدا بين امي حكيمه وراجلها، كل واحد منهم بغى يتحمل وحده مسؤوليه انا جايه عمليه التصوير. لكن اللي كان مخفي بان وتسجنوا بزوج، والاسره اللي كانت مقره اداه سمعتها بلاتي بلاتي انا جايه وكلام بالناس قلب المدينه. هادشي مني كتفى، هادشي مني كتفى، بطلتي مني كتفى، انا جايه بطلت، انا جايه انا جايه. المهم بقينا على هذيك الساعه، بعد ملي تشد ديك الحاله اللي شفتو فيها صافي انا مرضت، صافي قلت راسي انا ضعت. عاد باش غتجي المرحله ديالتي انا ديال الاعتقال، صافي ما غاديش نقدر نعبر لكم الحاله اللي كنت فيها. طلقوا البيسي وداكشي، لقاو كلشي، وعاد داكشي اللي خسروا لينا الحوايج، الدراري في واحد الحاله غوتو، الناس الجوقه وداكشي ما رضيناش. يعني بان واحد واخد عليك واحد النظره زوينه وداكشي في الخريطه ما غاديش تقبل. عشر سنين. شحال دوزتو؟ سبع سنين. وكثر الحكم هو ملي كيتحكموا جوج وكيخليو ولادهم مشردين. اول مره ما عارفاش الحبس، ما شنو هو الحبس، بالاسئله ديالهم بزاف بالهضره ديالتهم، ما مولفاش انا ديك الهضره، ما صافي قلت انا اللهم نقول تخلعت، وحيت ما عارفاش كيفاش غادي مع داك الضغط، وما كنش كنخرج وداك الشيء، ما عارفاش كيفاش نواجه، هذا هو المشكل عندي انا من صغر. يعني ما كنتش انا اجتماعيه، مرضت ولا عندي الاكتئاب، بقى فيا بزاف، بقى فيا ولادي، وبقى فيا التعور ديالي انا بعدا. يعني كون ما انا بعت خليته غير هو، غنبقى بعدا رده بالي لولادي. تعتقلت ما عرفتش راسي شنو هو، فين جايبيني، ما عارفاش انا، جيت مصدوم. فالصعيد المركزي هناك مصالح تقوم بتتبع هذه البرامج عن كتب يوما بيوم، ومدى النسبة تحقق هذه البرامج. الهدف من هذه البرامج كامل هو المساهمة، المساهمة في خلق واحد استقرار نفسي للنزيه، وبالتالي تمكينه من حرفة عند الإفراج عليه بهدف إعادة الإدماج ديالو داخل المجتمع. هنا كنبغي نسطر واحد الجملة مهمة كنأكد عليها، هو أن الإدماج أو إدماج النزيل هو مشروع مجتمعي، وليس مهمة إدارة أو مرفق خاص، لأن هذا سيتان بروجي دو توت اون ناسيون. لأن هذاك 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 النزيل بعد ما كيقضي في فترة الاعتقال ديالو تتقريه المندوبية العامة، كتكونوا المندوبية العامة، كتمنح له ديبلوم، كتعطيه شواهد، كتعطيه شواهد، كتعطيه ديبلومات. ولكن ملي تيخرج كاينه مرحله ديال التتبع الرعايه اللاحقه، ولكن خاص المجتمع ملي كنقول المجتمع ما تنحددش انا فئه، بل المجتمع بمختلف المكونات ديالو، لا فاعلين جمعويين ولا ما ولا مؤسسات حكوميه ولا غير حكوميه، خاصها تحتضن هذا النازل. هذا فرصه تامين، الله ينصر سيدنا. متنفس هذاك العفو، كل نزيله في اي مناسبه كتسنى مسكينه الاسم ديالو ينجح. حنا كنعيشوا بالالام ومع الامل دائما. حبيبه امي حكيمه حاسه بغلطها
ونادمة على كل ما تسبات فيه لوليداتها، عارفة بلي البكا مورا الميت خسارة، ولكن وصيتها لكل واحد منا هي أي مشكل عمره ما كيتحل بمشكل. القناعة كنز لا يفنى، نتعلمو نقنعو باللي عندنا، الصبر والاجتهاد المستمر وراحة البال ما عندهم تمن، واللي مكتاب ليك في رزقك يوصلك يوصلك. الله يكتب عليكم وعلينا مكاتب الخير. النساء انا كنقول البلاصه ديالتهم هي برا، شي هنا ولو هنا في المؤسسه، يعني كاين تكوين، كاين كتدير الانشطه الثقافيه، مهلين فيك الموظفين، كيفتحوا قلوبهم، كتدير المشاكل ديالك، ولو يقدموا لك طبق من الماس ما كاينش بحال الحريه ديالتك وتعيشي مع الاسره ديالتك. وحشناك انت العزيز انت الغالي وانت الجنة الى ارضنا. احنا اليوم غادي نركبوا جميع لجناح المحبة والاعتراف ونزوروا ناسنا وحبابنا اللي بحكم ظروف كل واحد منا كتبعتنا عليهم بمسافات وسوايع ويام ويمكن كاع باعوام، على القيام بواجبنا، سولوا فيهم، نفاقدوا في حبابنا، تقويوا حبل المحبة والصداقة وما نخليوهش يرشى ويتناسى. أستاذ حمد الصعري من مواليد مدينة الدار البيضاء، عشت الفن المسرحي تبلى بيه في ريعان شباب. سي حمد الصعري ودربنا، كيف قلت لك أنا ماشي هو غير فنان، هو مؤسسة فنية، هو ممثل، هو كأستاذك في المعهد، هو منظم جولات، هو كان خدام في الرجال ديال المسرح البلدي ايام الطيب صديقي. زيادة على هادشي هو صديق 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 صحابه كلهم، الا سمع شي واحد عيان ولا شي واحد عنده شي مشكل ما كتحسش به حتى كيكون عندهم. شي واحد ناعس مثلا في المستشفى ولا شي حاجه، يحل عينيه كيلقى الصعري واقف جنبه. الحق يتقال، الحق يتقال. هذا السيد هذا ما خلى ما دار، لا من الناحيه المهنيه ولا من الناحيه ديال الانسانيه والاخويه مع جميع الناس. فلهذا ما بيدنا حنا الا نطلبوا ليه الشفاء العاجل، واللي هو وحتى هذيك العائله ديالو اللي محنا معاه مع هذاك الشلل المسكين اللي هو فيه. منصور مادي اللي بص على راسك، منصور مادي لعلي الله ورسوله الذين آمنوا الله هم باش كنحزمو باش كنطلعو كنهبطو، كنحزم الحاج كنهبط الكروسه بعدا هي الاولى وعاد كنحزمو كنهبطو. وملي كنجي عاد يوميا ملي كنكون غادا خارج هادي ولا كيكون عندو كونترول ولا غادي الطبيب، هذا هادشي هي الطريقه باش كينقد. وانت اللي جيتي زوج سلام نعم الحاجة أهلا سلام بخير صحة لاباس الله يحفظك الله يكون في العون جايين بقلبنا عارفة اللي كاينة سي الحاج الله يحفظك الله يسلمك. هذا ماشي ديالكم،
هذا ديال المغاربه كاملين. ربي يخليك الفنانين، ربي يخليك عارفين اللي كاينه الحاجه، والحاجه السعديه كنعرفوا النضال ديالك. لا لا ربي يخليك اسيدي. نوض شوف شكون اللي عندي. السلام عليكم. عرفتي؟ ها؟ الحاج لاباس. شكون؟ 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 بو عروة. الله الله. الحاج أحمد بو عروة. الله يحفظك. ياك؟ الله يحفظك. يا الحاج. نحضرك معانا شوية. الله يحفظك. الله ينصرك. الله يشافيك والله ينصرك. تلمد فنيا بالمعهد البلدي بالدار البيضاء، وكذلك استفد من التكوين الدرامي اللي كانت كتنظمه وزارة الشبيبة والرياضة بغابة معمورة على يد أسماء أساتذة عالميين في الفن الدرامي. تجربته المتنوعة سمحت ليه يمتلك الحرفة من كل جوانبها. سير لمدة سنين المسرح البلدي بجانب الأستاذ المبدع المغربي الطيب الصديقي رحمه الله، وكان منظم ناجح للجولات الفنية المسرحية والغنائية داخل وخارج المغرب. أستاذ أحمد الصعري من بين الأسماء اللي غنت الساحة الفنية. امي كانت هي كانت هي اللي مقابله. لا كان با حنا ما كناش كنشوفوه. با كيخرج من الصباح كيجي كيلقانا ناعسين كيخلينا ناعسين، يعني ما كناش كنشوفوه. المسائل ديالنا كامله كانت امي هي اللي كتعلق بها، لا من قرايتنا ولا من الحوايج ديالنا ولا من بزاف ديال الحوايج ديال المسائل. كانت هي اللي مسؤوله. كانت هي الراجل كانت هي المراه. داكشي هو كان من مؤسسي النقابه، كان مؤسسين ديال التعاضديه، كان في المسرح، كان بزاف ديال الحوايج. كان 20 عام هو في هذا كيمثل المغرب في تونس، يعني كان كيسافر بزاف، كان كيخرج بزاف. العمل ديالو على حسب التصوير اللي تغناج هنا، يعني ما كناش كنشوفوه. حنا تصطح با على باش تقربنا منه بزاف، عاد باش حسينا به، عاد عرفنا القيمه ديال با، عاد باش عرفنا داك الجهد اللي كان كيدير على قبلنا باش يجيب لك داك الطرف ديال الخبز. وحنا دابا لحد الان باقي عايشين على تحت جناحه، عايشين بخلصته ديك اللي كيتخلص، واخا ديك الخلصه شويه قليله. المهم الحمد لله على كل حال. انا الفن ما عنديش معاه. انا كانوا قالوا لي واش دي الفن واش هذيك الفن علاش بلا بريبار ما كنتفرجش التلفاز على قبل الفن. على هادشي اللي كتشوف بزاف، ودوك الناس اللي تهمشوا وتهملوا بزاف وما عطوا ما خداوش حقهم. راه انت كتشوف كاع الناس القدام واللي ديال الجينيراسيون ديالو، راك شتي كتشوف انت الاب ديالك وحدك، انت عايش انت عايش هادشي، عشتيه ماشي شفتيه ولا قريتيه في شي مجله ولا في الجورنال ولا في يوتيوب ولا في. كلشي وصافي. لا هو بالنسبه لي هو راه هو كان بزاف الحراكي بزاف. ملي جلس ما بقى ما بحال ما تقبلش هاد الجلسه هوايا، ما تقبلهاش. راه خويا داير جهدو كثر الكبير، ما داير جهدو لاقصى درجه. أنا صاري في حالة صحية نقدروا نقولوا مزرية كيف كيقولوا، ماشي غير هو بوحدو، كان واحد المجموعة ديال الفنانين اللي
الايام عطاتهم بالظهر بحال مولاي عبد الله العمراني، بحال السي حمادي عمور، بحال وجوه بو جمعه، عبد القادر مطاع بجيل، يعني كلهم هاد الناس هادو كلهم تعيشوا محن في هاد الايام هادي. احنا بدورنا تنتمناو لهم الشفاء العاجل طبعا طبعا، ولا كانوا بعض المسؤولين يعني ما عطوش الاهتمام اللازم وما عطوش العنايه الكامله لهذا الرواد كلهم، فاحنا احنا كفنانين كيخصنا نتلائموا وكيخصنا نتآزروا مع بعضياتنا، لان الا كنا احنا صحاب في المهنه راح خصنا نكونوا اصحاب حتى في المحنه. الاستاذ احمد الصعري من بين الاسماء اللي غنات الساحه الفنيه وعطاو من وقتهم من جهدهم وصحتهم واحيانا من مالهم لمده سنوات باش يتحقق حلم المبدعين المسرحيين وتبرز للوجود نقابه المحترفين المغاربه. باسم الاسره الفنيه وباسم كل خريجي معاهد الدار البيضاء، هاد السيد عنده واحد الفضل كبير 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 بزاف علينا كشباب وكرجالات المسرح اللي كنمارسوا حاليا. فيعني مني عرفتو بعد شخصيا، انا كنت عرفتو في مسرح الهوات وتشرفت عليه يدي على انه اعطاني شهاده تقديريه ديال احسن ممثل سنه 1987، وكان هذا في هاد الحدث هذا كان في عبد الصمد الكفاوي، قاعه عبد الصمد الكفاوي انذاك. ومن بعد شاءت الظروف على انه هو كيجي كيعطينا بعض الدروس في المسرح في المعهد البلدي، وكذلك كان كيحضر اللجنه ديال اللي كتعمل يعني الامتحانات وهذا. والحمد لله كانت اول شهاده تسلمتها في التخرج ديالي كانت على يد السيدي احمد الصعري. ومني بديت في العمل عاوتاني استاذ يعني نقولوا كاحتراف، فكان سند ديالي بزاف، وكان هو اللي عاوتاني وقف معايا باش خديت البطاقه ديال الفنان والبطاقه ديال الناقد. وانا يعني الان كنشوف ان ربع قرن من تاسيس النقابه الوطنيه للمحترفين المسرح، فكنشوف العمود يعني الركيزه الاساسيه اللي كانت في هذه النقابه هو السيدي احمد الصعري. لو لم يكن المجهود ديال السيدي احمد الصعري، العمل ديالو الدؤوب، الانسان اللي كان كيدوب من اجل المصلحه ديال الفنانين، ما كانش غادي تستمر هذا العمل النقابي يكون ماتت كما ماتت نقابات اخرى. ارتبطت بالعلاقه ديالي معاه لما كنت عضو في المجلس المركزي النقابي ديال النقابه، وكان هناك كان مؤتمر وكان هو تكلف بهذا المؤتمر، يعني كان المؤتمر واقف كله على يدي هو، كيوزع كيتكلف المؤتمرين، كيتكلف باعضاء المجلس المركزي، كيعطيهم البضائع، كيعطيهم الشكاير، يعني تقريبا المؤتمر كينجح على يدي هو. هذه شهاده كنقولها من ناحيه واش خدا حقه ولا ما، ها هو التاريخ ديالو. حنين توحشناك انت العزيز انت الغالي وانت الجنة إلهي.